بدي خبرك شي، بس أرجوك ما تزعل مني دكتور. اللهم اجعله خير. خير خير دكتور، ما يكون لك فكر. ايه هات لنشوف. هاد يا سيدي، العلماء تبعي كانوا عم بينبشوا بالنصوص واكتشفوا انه دم الكفار. ايه علينا، لك رجعنا لقصة الدم يا اسلام. العمى شو انك دموي؟ خليني كفي لك يا دكتور، الله يرضى عليك. جايك بالحديث. بس هات من الاخر. يا سيدي، العلماء أكدوا بالإجماع أنه دم الكافر في الأصل سفكه حلال، لأنه مثل ما قلت لك في الجلسة السابقة، دم الكافر نجس وما بيسوى شي مثل دم الكلب. إيه؟ العلماء بيقولوا أنه في شغلتين بيعصموا دمك دكتور. شو هني؟ بيقولوا أنه دم الكافر ما بيتحول من العصمة إلى التحريم إلا بإيمان أو أمان. شو يعني هالحكي؟ يعني إما بتصير مسلم أو بتعمل معي عقد أمان على نفسك، غير هيك ما في أمان لا على نفسك ولا مالك ولا عرضك دكتور. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ماشي دكتور؟ بصراحة الخيار الأول صعب ومستحيل. إذا كان الخيار صعب دكتور، فيك تستعين بصديق. فيك تشرح لنا عن الخيار الثاني شوي؟ بس ولا يهمك ولا يهمك. بالنسبة للخيار الثاني شغلة بسيطة دكتور، بتدفع جزية، يعني شوية فلوس عنك وعن أولادك، وبتصير في ذمتي، يعني في حمايتي دكتور، وبتدفعها وانت صاغر يعني صغير وذليل واجرك فوق رقبتك. ايوه. ولك الله لا يقيمك شو انك نمرود ولئيم، ولك هاد تشبيح وبلطجة، معقولة الله بده هيك؟ ايه دكتور، بس وينك؟ ما يكون لك فكر. حاليا ما في داعي تدفع، بس تصل خلافي على الغرب بنحكي بالموضوع. يلا بخاطرك. ضربة تسد وما ترد. شو قلت دكتور؟ ما في شي ما في شي، سكر الباب وراك. ايوه.